مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. في هذه المناسبه مناسبه وجود الاخ ماهر في كاليفورنيا الاخ ماهر اخ عزيز علينا جدا مرنم الرب. وكمان وجود الاسيس اشرف معانا في كاليفورنيا يسعدنا وجودهم كضيوف لبرنامج عبر الكتاب. وهما مش يعني غرب على المشاهدين لكن معروفين للمشاهدين واحنا بيسعدنا ويشرفنا وجودكم معانا اخ ماهر والاسيس اشرف بشاي الاخ ماهر المرنم المعروف الاسيس اشرف بشاي ايضا خادم الرب وبيدرس هنا الدكتوراه ونسال ان ربنا يباركه ويستخدمه ويخلص وتكون الدراسه بتاعته بركه للكنيسه <applause> أشكرك كلها أسيس. اشكرك شكرا ليك برضه انا سعيد عشان جمعتني بحبيبي حبيبي الاسيس اشرف تعيش اخ ماهر شرف كبير من ساعه ما ساب مصر عشان الدكتوراه بنشوفه قليل جدا فدي برضه فرصه جميله اخ انت كنت مره يعني استضفتك مره كان من سنه ونص على الهوا كلمنا عن ايوب انا فاكر اه اه والاسيس اشرف اول مره لكن يبقى ان شاء الله لينا مرات تانية. آه ضيف عندنا في برنامج عبر الكتاب شرف كبير لي يا آه. الف شكر للدعوه الكريمه حقيقي البرنامج متميز جدا الرب فخورين بيه آه انا حطيت عنوان الحلقه النهارده قلت بما انكم ضيوف عند هنا في البرنامج آه فحطيت عنوان لماذا المسيح وحده ليه المسيح وحده احنا في قناه الحياه آه نشكر ربنا لانه من اول ما تاسست القناه وبدات خدمتها م. وهي الفوكس بتاعها هو الكرازه انها توصل لكثيرين ما يعرفوش عن المسيح وتوصل لهم رساله المسيح سواء من خلفيه غير مسيحيه او بعدين او مسيحيين بالاسم فبتقدم لهم رساله الانجيل ورساله الخلاص واوقات بيجي لنا كتير اسئله من ضمن الاسئله اللي بتجي لنا كتير انه طب انتوا عمالين تكلمونا عن المسيح وتكلمونا عن الخلاص طب كيف للانسان ان يخلص؟ يعني إيه اللي نعمله علشان أخلص فده السؤال اللي بيطرح مرات ومرات وحابين النهاردة نحاول نغطي السؤال ده ونقدم حلقة لكل من يسألنا نقوله اتفرج على الحلقة دي واسمع الكلام اللي موجود فيها فلماذا لماذا المسيح وحده كيف أو كيف للإنسان أن يخلص سؤال ماهر <تصفيق> <والله>. <تصفيق> أنا،, انا طرحت السؤال انت <applause> انا بعتقد انه آه آه الكنيسه احسنت صنعا لما آه شافت شخص الرب يسوع المسيح محور الزمن كله ومحور الكتاب المقدس كله محور خطة الله العظيمة لخلاص كل الجنس البشري آه المسيح هو آه جوهر الأمر كله <applause> آه لا يمكن انك تقارن بين المسيح واحد الانبياء او كل الانبياء او كل البشر لانه هتبقى المقارنه ظالمه جدا كانك بتقارن السماء بسبع ارض المسيح هو موضوع خطه الله الازليه لخلاص الانسان لينال الانسان الحياه الابديه اعمل ايه علشان اخلص ولا حاجه امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك أعمل إيه علشان أهلك؟ برضه ولا حاجة لو سبت نفسي من غير ما ألتجي إلى المسيح هيبقى مصيري الهلاك الأبدي في جهنم النار مع إبليس وجنوده الرسالة المسيحية رسالة بسيطة جداً المسيحية تساوي المسيح وبدون المسيح لا توجد مسيحية فإذا كان وعظنا باهت إذا كان كلامنا عن المسيح شخصه وعمله باهت يبقى نحن نقدم مسيحية مزيفة للناس م. نحن نقدم مسيحية بلا مسيح يعني نقدم مسيحية بلا خلاص يعني نقدم مسيحية بلا حياة أبدية وبالتالي نحن نصير مجرمين في حق الشعب اللي بيسمعنا لو كنا بنقدم هذا النوع التافه من المسيحية أخمار تحب تكمل؟ أه عايز أقول حاجة بالنسبة لنعمل إيه؟ نعمل إيه؟ دايماً آه. الإنسان آه. بيفكر من ناحيته في في نوعين من التدين اللي يتلاقى مع الفكره دي م. انه العمل والكلام اوكي الديانه قائمه عامه ديانه عامه قائمه على نصوص وابلاغ م. ودعوه ورساله مه. الموضوع في المسيحيه من ناحيه العمل هو العمل الالهي اوكي ومن ناحيه الكلام هو كلمه الله المتجسد المتانس م. فاحنا بنتكلم هنا عن خبره روحيه بندقها ونعيشها مع الكائن الحي اللي جالنا آه م -م. فبيتغير مفهوم اعمل ايه يعني لازم اعرف الاول هو عامل ايه وعمل ايه وبيعمل ايه وهيفضل يعمل ايه م -م. في حضوره الحقيقي وده بيخلي الكنيسه تخرج من مفهوم حتى الرساله المنطوقه والمسموعه لاعمق من كده هي حضور المسيح فيها للعالم م -م. يعني لو انا فضلت آه أنا عارف إن المسيح عمل كده وهو جيب نفسه وهو الطريق وهو الخلاص بس وأنا بعلن ده للعالم بقدم له شوية مقولات ورسائل وخطب ومفاهيم مصاغة في لغة فقط مم. أنا برضو ما أعلنتش حضور المسيح مم. يعني حضور المسيح بالنسبة لنا هو حضور الحياة الأبدية هو حضور الخلاص يهوى يشعينه اسم من أسماء مم. المسيح هو اسمه يهوى الخلاص فإذا أنا فهمت حضوره مش بس كمقولة ذهنية كما كتجربة معاشة وأنا عشت ده وأنا بقدم الرسالة دي للعالم الناس هتدوق حاجة تقول هو إيه ده؟ مش نعمل إيه لكي نخلص؟ هو إيه اللي أنتوا بتعيشوه ده؟ إيه جمال الروحانية دي؟ إيه جمال العلاقة مع الله؟ تقدر تحطها لنا في قالب زي مثلا لقاء المسيح مع المرأة السامرية؟ مع كل واحد المسيح كان بيعمل يعني ولا زال لغايه دلوقتي، نتكلم عن المسيح حي وبيعمل كده في كل لحظه. المسيح ما تقابلش مع حد وعمل قالب لنوال الخلاص واعطاء نفسه، م. يعني الاب اعطانا ابنه كلمه الله اعطانا الحياه الابديه. والمسيح هو بيعطي نفسه ولا زال بيعمل كده ما زال بيعمل كده بالروح القدس. مفيش تجربه زي الثانيه. آه. اختبار يعني اللي عمل ورق الشجر آه. ورق الشجر اللي بيتساقط متنوع وفي ابداع مفيش تجربه زي التانية الكنيسه اذا حاولت انها تقول بالتجربة الروحيه بالمذاقه الغنيه بتاعتها احنا دخلنا في نوع من التدين مش هنخرج منه ولا يمكن ابدا نشرح للعالم ايه هو الخلاص لو انا حطيته في مجرد مقولات عندنا ايوه صياغه لاهوتيه يعني احنا بنقول في قانون الايمان الذي لاجلنا ولاجل خلاص لاجلنا الاول يعني الشخص الاول قبل العطيه مم. وقبل مم. ثمار حضور الشخص اللي هي الخلاص ففي قانون الايمان المسيحي النقاوي قسطنطين المتعارف به والقاعده العقدية لكل الكنائس بنقول الذي لاجلنا ولاجل خلاصنا نزل من السماء مم. وتجسد وتانس بيتكلم عن شخص حاضر احنا حتى ككنيسه انجليه اصبحنا عندنا استنباط يعني 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 اه بنقدر نقول مثلا انه فلان خلاص لما صلى الصلاه الفلانيه. يعني الأربع والاربع يعني حقائق لما آه الاربع حقائق 1 2 3 4 طب تصلي آه اصلي آه خلاص مبروك عليك فحطيناها في قالب وبدانا نعد الاشخاص كام شخص صلى الصلاه دي مع ان الله بيتعامل مع الاشخاص بطرق مختلفه يعني انا ربنا متعامل معايا بطريقه مختلفه جيت للايمان آه انا اتربيت في كنيسه فكان ربنا بيشتغل معايا واحده بواحده يعني يعني خدني خطوات في ناس ربنا جابها مرة واحدة من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته يعني مزبوط في في نوعين من التغيير في تغيير الدرامي بيبان مثلاً في حياة شاول الترسوسي اللي تحول وبقى بولس الرسول أعظم كارث بالمسيح و ونقدر نشوف بوضوح فترتين مختلفتين متميزتين من حياته فترة أولى كان فريسي ناموسي بعيد آه متدين لكنه اعمى الذهن آه. مش قادر يوصل الى آه نعمه الله الموجودة في المسيح، والفتره الثانيه اللي فيها آه انفتحت آه عيناه عن حقائق روحيه جديده مم. وبدا يدرك من هو يسوع الناصري وعرف انه هو المسيح الآتي الى العالم لخلاص البشر. مم. وخد ثلاث سنين في العربيه مم. بعد هذا اللقاء اللي حصل مم. على ابواب دمشق علشان يعيد اكتشاف شخص المسيح م. كما هو معلن في العهد م. القديم ويشوفه و... بعينين جديده عنين الاختبار المسيحي. لكن في نوع ثاني من التغ... التغيير الروحي الاختبار المسيحي الولاده الجديده بتحصل بشكل طبيعي جدا آه. مع نمو الانسان في الحياه الروحيه العاديه بالزبط. زي ما حصل مثلا مع تيموساوس م. ومع كثيرين جدا لما تسالهم تقول لهم انت عرفت الرب امتى؟ يقول لك ما انا, أنا ما عنديش تاريخ معين آه. لكن آه. كل ما اعرفه الان صح. اني مؤمن أني مختبر أني آه. نلت ولادة جديدة أني في المسيح وأن لي ضمان أبدي وحياة أبدية في المسيح فيعني ما فيش اختبار محدد ينطبق على كل البشر ما فيش طريقة واحدة مم. ربنا بيستخدمها علشان يجدد النفوس كلها بشكل واحد كابز كده مكان تصوير تحط عليها الأصل وتطلع ألف نسخة ما فيش هذا الأمر في الحياة المسيحية يعني بدون المسيح فيش حياه ابديه الحياه الابديه هي ببساطه اه هي حياه الله اه لانها آه. ابعد من كلمه الخلود اوكي الحياه الابديه هي الحياه الحقيقيه م. الوجود الحقيقي هو الوجود القائم بذاته وفي ذاته فلما يدينا ده الحياه دي ما كانش ينفع رساله ولا مجرد مرسل عادي الله ارسل كلمته وارسل روحه القدوس هو الحياه الابديه يعني مه. اخر ايه في رساله القديس يوحنا الاولى في اصحاح خمسة مه. انه يسوع المسيح هو الاله الحق والحياة الأبدية. والحياه الابديه ببساطه آه. فلما نقول انا بنادي الحياه الابديه يبقى انا بقبل المسيح كشخص مه. وعلى مستوى العلاقه اي انسان سمعني عارف كده انه على مستوى العلاقه آه. مش ممكن تلتقي مع شخص بنفس الاسس والمبادئ والقوالب والاساليب اللي تقابلت بيها مع اخر بل في حاجه كمان على المستوى الانساني برغم مم. محدوديته مم. انه لما بتقابل مع حضرتك لو اتقابلت معاك عشر مرات في اليوم مم. كل لقاء هيبقى مختلف ايوه وتاني يوم لو اتقابلت عشرين مره برضو كل لقاء مختلف عن اللي قبله وعن امبارح فما بالك بهذا الاله حلو النقطه اللي انت ذكرتها اخ مير لانه انه الحياه الابديه هي المسيح يعني هي المسيح تقدرش تفصلها الحياه الابديه اظهرت اظهرت وده اللي قاله الرب يسوع في صلاته الشفاعية في يوحنا اصحاح 17 أيوة. وعدد واحد مه. وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك ان يعرفوك انت, أنت الاله الحقيقي وحدك. ويسوع وحدك ويسوع المسيح الذي نعم. ارسلته فما فيش حياه بعيد عن رب الحياه, الحياة, الحق. الحياة الحق. اه الحياه الحياه الابديه في نوايات من الحياه زي ما في انواع من الموت اه في نوايات من الحياه بس هذه هي الحياه وهذا ما يميز الانجيل، انجيل خلصنا. امم اللي اتقال عنه في رساله افسس. أيوه. انجيل خلصنا في الاصحاح الاولاني. مم. ايه هو انجيل خلصنا؟ ان الحياه مم. اظهرت لينا مم. وبقبولنا ليها ننال هذا الخلاص. خلاص. ننال نعمه حضور وقبول المسيح يسوع كشخص في حياتنا. مظبوط؟ مم. مظبوط. ممكن البعض يبقى بيسمع الكلام دي يقول لك ده مش عدل. اتس نوت فير. لأنه كنتوا كده يعني بتقولوا انه الحق كله في شخص وان الطريق كله شخص يعني فمع انه العالم اللي احنا عايشين فيه بيؤمن بالتعدديه وبيؤمن بالنسبيه مش بس التعدديه لكن كمان النسبيه يمكن انت عندك جزء من الحق والاسيس اشرف عنده جزء من الحق وانا اللي بؤمن به في جزء من الحق فالحق ليس يعني مطلق في شخص او مطلق في ايمان بشخص خلينا م. نبقى واضحين في الحته دي بعد اذن أسيس اشرف مثلا انا لو بخاطب المسلم م. لفظ الخلاص ومفهومه هو ما عندوش م. فانا الخط بتاعي انجاز التسميه خط الديانه بتاعي مختلف م. يعني انا بتكلم في مفاهيم ومصطلحات اصلا مش موجوده مش موجودة عم. يعني مفهوم الخلاص مفهوم السماء مفهوم الحياه الابديه مش موجود مم. يعني هو الاخرويات بتاعته بيتكلم عن جنه مم. والرساله بتاعته عنده نص فيه دعوه لإن انت تعيش في حياه معينه وتعمل بيها وهتتجزى في الاخر مم. الخط عندي غير كده خالص انا الاله تجسد والطريق هو شخص مم. والشخص يحل في واقبله في علاقه وهو ده الحياه الابديه أيوة. وفي حاجه اسمها السماء وفي حاجه اسمها بيت الاب م -م. الموضوع مختلف تماما م -م. فانا هنا حتى ما بتكلمش في مطلق يضمنا مع بعض هو عنده المطلق بتاعه ومفاهيم الديانه ومفاهيم ما فيش مفهوم الخلاص خالص م -م. فانا زي ما بتكلم بتكلم في حته نوعيه فلما تيجي تقيسها باي حد تاني كمان غير المسلم انا نسبه لهم عندي المطلق بتاعي اللي أي. اتى واعلن نفسه. ما بتخانقش مع مطلقات تانية مم. مم. يعني مفهوم الخلاص حتى في الديانات الشرقيه خلاص من ايه؟ يعني مثلا لو دخلت في التاو والبوذيه، التاو يعني الطريقه والطاويه. ايه هو طريقه؟ هو طريقه ايه؟ يتخلص من الالم، يتخلص من تقل الماده، يتخلص من يعني مفهوم الخلاص مختلف تماما آه. خالص حتى في الديانه. مم. هو رايح للإله بتاعه المطلق الروح اللي في الكون كلها المفهوم مختلف تماما <تصفيق> <تصفيق> أنا بحب أجاوب على الشخص اللي بيتهم المسيحيين بأن هم عنصريين أو بيحتكروا الحق بإني أقدم له ببساطة ما هو معلن في الكتاب المقدس <applause> يعني دي مش مشيئتي انا الشخصيه ان انا ارسم هذا النوع من الايمان واخليه بالنسبه له حجر عثره يصطدم به فلا يقبلني ولا يقبل رسالتي ولا يقبل مسيحي ولا يقبل المسيحيه انا ما بعملش كده انا بقول له الكتاب المقدس هو بالنسبه لي انا كلمه الله التي اتت الى البشر الكتاب المقدس كلمه الله بتعلن ان المسيح هو الطريق الوحيد الى الله والمسيح بنفسه قال انا هو الطريق والحق والحياه م -م. ليس احد ياتي الى الاب الا بي م -م. و و وانا ملتزم عشان اكون امين قدامك اني اقدم لك المسيح باعتباره الطريق الوحيد وباعتباره الحق الكامل الحق المطلق و و و وانت لك الحق ان تقبل او ان ترفض م -م. انا مش بجبرك مش بلزمك باتباع نفس ايمانياتي كونك بقى بتقول لي ان هذا الكلام يخلو من الكياسه لانك لا تؤمن بالتعدديه او لا تؤمن بنسبيه الحق انا اللي بقدر اقوله لك انه انت اذا صدقت مقوله هذه المقوله اللي انت لسه قايلها لي دلوقتي انت صرت اسير لها وتؤمن بها كحق مطلق يعني انت سقطت في نفس الشرك من حيث اردت انك تخلصني منه وفاكر مم. ان انا آه يعني بزنقها عليك مم. انا آه لست في حل ان آه اساوم على هذا الحق المسيح قال عن نفسه آه انا هو الطريق والحق والحياه شهاده كل التلاميذ والرسل والحواريين وحتى اعدائه الذين تعامل المسيح معهم اثناء وجوده بالجسد على الارض آه شاورت عليه وقالت لو عايز تشوف الحق كله هذا الشخص مم. هو الحق مم. مش المرشد إلى الحق لا لكن هذا الشخص هو الحق بعينه بذاته هذا الشخص هو الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه هذا الشخص هو القيامة لأنه الناس اللي ماتت شافت الحياة الأرضية تاني استناداً إلى قدرته على إقامتهم من الأموات وكانت قدرته على الاقامه من الموت الجسدي دليلا على صدقه وهو بيقول ان هو نفسه القيامه الروحيه. آه. انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن آه. يموت الى الابد، الموضوع زي ما قال سي سي اسلويس مره احنا ما عندناش اختيارات كتير، م. اما ان تصدق ان المسيح هو الله فعلا الذي ظهر في الجسد واما ان تعتبر ان هذا الانسان هو شيطان لانه ادعى مم. ادعاءات لا يمكن لبشر انه مم. يدعيها او ان المسيح كان مجنونا مم. والحقيقه حياه المسيح القدوسه وطهرته وكماله الادبي واعتراف الجميع به مسلم مم. ومسيحي ومن من كل الملل والجنسيات وال والناس الأفكار المختلفة أجمعت على أن شخص المسيح لا يمكن أن يكون إلا صادقا فإذا كان المسيح صادقا في ادعاءاته فإحنا بنستسلم للطريق الوحيد اللي موجود قدامنا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد هو الحق المطلق هو الحياة المطلقة هو بنفسه الله كما يجب أن يكون يعني إذا أراد الله أن يتجسد فلن يكون أفضل من شخص المسيح الذي عاش بيننا قبل ألفي عام إيه اللي يميز المسيح؟ يعني يعني أنتوا أنتوا بتقدموا المسيح بالشكل ده اللي يميزه؟ يعني إيه الصفات والمؤهلات اللي تجعل أو تجعل من المسيح هو المخلص الوحيد؟ سواء في حالة الإنسان من حيث حالة الإنسان أو من حيث شخصه هو يعني إيه أخ ماهر اللي ممكن يعني يميز لو حد سال سؤال طب ايه اللي يميز المسيح؟ ليه تركزوا قوي على على شخص المسيح؟ لو حطينا بس تعريف بسيط لكلمه الخلاص هنعرف نخش في الاجابه دي عشان أنت قلت ليه هو المخلص؟ اه احنا قلنا ان مفهوم الخلاص هو الحياه الابديه م. والحياه الابديه هي حياه الله هي حياه الله ذاته فايه مؤهلات المسيح؟ لو احنا مقارنة بأي قبل ما ممكن اقطعك شوية؟ اه طبعا يعني لو افترضنا انه الخلاص هو الحياة الأبدية نعم يبقى عدم الخلاص هو الموت يبقى الانسان في حالة الأبدي حالة تمام يبقى الانسان في حالة موت تمام يعني وده يفسر لنا المقولة انه في النبوة بتاعة البشارة م. يدعى اسم يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم ليه؟ لأن أجرة الخطية موت فواضح انه الخلاص في الحياة الأبدية م. ومن آيات كتير يعني فايه مؤهلات المسيح مم. لو احنا قلنا اي طريق انساني مهما بلغ من سمو وحياه اخلاقيه راقيه ما يقدرش يوصل لله الله منزه في طبيعته وذاته مم. عن انه اي مخلوق يوصل ليه ويتلاقى معه مم. يبقى منطقيا لازم يبقى الطريق المؤدي واللي يوصل المخلوق لله لازم يبقى اتي من الله نفسه مم. مم. و والطريق ده لازم يبقى شخص ليه شخص لانه مفيش مبادئ فكريه او فلسفيه تصل بينا الى علاقه مع شخص بما ان الله كائن وله صفات وله ذات وله فكر وله مشاعر انت تعامل مع شخص كائن لازم الطريق منطقيا يبقى اتي منه عشان ياخدني ليه لانه لو الطريق من الانسان لن يصل الى حضن الاب زي ما بيقول ليس احد ياتي الاب الا به فالطرق توصل لغايه منطقة معينة في الأخلاقيات وفي السمو وفي الرقي وفي الفكر لكن ما توصلش لعلاقة طبيعية. م. فمنطقيا لازم الطريق اللي ياخدني من الله لازم يأتي من الله. اثنين مين يعرف الله عشان يعرفني بالله؟ م. مستوى المعرفة المباشرة اللي تعمل تجربة فيها مذاقة للعلاقة دي. لازم كمان اللي يعرف الله تماما من هو الذي يعرف الله؟ الله. الله نفسه. بما أن لا يعرف الله إلا الله فلا يعرف بالله إلا الله فلازم الله اللي يعرفني به وبعدين أنا إنسان محدود في الزمان والمكان والجسد والمادة فالله اختار أنه يلتقي معايا تنازلا في المكان وفي الزمان وفي التاريخ متجسدا متأنسا عشان يعرفني بالله وإلا مش أعرف فالرسالة النصية لا تعرفني بالله المعرفة الشخصية تعرفني عنه مم. ولا تقربني إليه إلا في حدود أخلاقيات معينة يعني. وصفاتية لكن مم. الذات لا يعني يبقى موضوع مم. فالمسيح إيه مؤهلاته إن الله الظاهر في الجسد متى 11 27 ليس أحد يعني. يعرف الإبن إلا الآب إلا الآب يقول الإبن الأول يعني حتى مم. السياق بتاع الآية عجيب تقول لك إنه اللاهوت مساوي في الجوهر له نفس الذات التي للأب مم. لأنه الابن الأول يقول كدة النص الكتابي ليس, ليس أحد يعرف, يعرف الابن إلا الاب. إلا الاب ولا أحد يعرف, يعرف الأب إلا الابن, إلا الابن ومن أراد الابن, الابن أن يعلن له مم. يبقى الابن معلن الله مم. أحد, أحد آه آه سمات التدبير الخلاصي هو إعلان الأب إعلان مم. الله إعلان مسموع وملموس ومرئي ومحسوس ويقبل آه. للبشر العادي. فالابن هو الله الظاهر في الجسد، هو اللي أعلن كل ملء اللاهوت جسدياً وهو الذي آه. وهو يعرفنا بالله. ولأنه هو الطريق الآتي من الله، فهو الذي يحملنا إلى الله. ولأنه هو ساكن حضن الآب سرمدياً بلا بداية ولا فهو يضعنا في حضن الآب. آه. في رحلة الخلاص عجيبة فأفسس واحد والأسيس أشرف يتفق معي على كده رحلة الخلاص تبدأ من قلب الله م -م. اختارنا فيه قبل, قبل تأسيس, تأسيس العالم. العالم لنكون قدسين عيننا م -م. فيه للتبني كمسرته التي قصدها في نفسه رحلة الخلاص لا تبدأ من هنا رحلة الخلاص بدأت لكن تظهر كما أن الحياة الأبدية السرمدية أظهرت. أظهرت نظهر نحن كأبناء لله هنا في الزمن وفي المكان بخبره روحيه بارادتنا م. التي نقبل بها هذا لكن ده احنا معينين م. فيه م. احنا معروفين والذين عرفهم في روميه 8 29 الذين سبق فعيانهم وسبق فعرفهم م. فعرفهم وسبق فمجدهم م. والذين مجدهم هؤلاء م. بررهم م. كل ده بيتكلم عن قبل الازمنه الازليه م. اللي انت حضرتك ذكرته ده مهم جدا في شخص المسيح نعم بس كمان في حاجه يمكن مهمه ان احنا نذكرها انه المسيح ايضا هو الشخص الوحيد اللي استطاع ان يتعامل مع مشكله الانسان وهي الخطيه ما هي دي المشكله اللي كانت فصله الانسان عن الله مظبوط اه اه. احد المعضلات الاساسيه اللي بتواجه الفكر المسيحي عند غير المسيحيين آه. انهم دايما يحطوا يحطوا المقوله دي يقولوا الجماعه المسيحيين دول عملوا قضيه من لا قضيه بيعقدوا بيعقدوا يعني. الموضوع جدا آه. يعني فيها ايه ربنا ما يقدر ربنا يغفر بمجرد الكلم يعني اذهبوا فانتم الطلقاء هيحصل ايه يعني آه يعني مهما بلغت خطيه الانسان لا يمكن انها تؤثر في كرامه الله وفي مهابه الله وربنا يعني عادي يعني مم. الله رحوم وغفور والمسائل بسيطه انتوا بس يا مسيحيين بتعقدوا الامور اكتر من اللازم عشان تصنعوا مشكله ثم توجدوا ليها الحل الحقيقة دي مش وجهه نظر الكتاب المقدس ابدا مم. في النظره للخطيه لانه يعني احنا زمان كانوا بيعلمونا يقولون ان الخطيه ممكن تكون هي هي بس اذا وجهت الى شخص اعظم آه. تصير نتائجها اكثر مراره ودمارا. فاذا اساء الانسان مثلا الى اخوه الاصغر منه غير لو وجه نفس الاساءه دي الى المدرس بتاعه، مم. غير لو وجه الاساءه دي الى رئيس الجمهوريه بتاعه. فبنفس القياس كان بالاحرى لو وجهت الاساءه الى شخص الله. مم. مم. والكتاب المقدس ورانا ان القديسين والانبياء في العهد القديم والرسل في العهد الجديد اعتبروا ان الخطيه موجهه الى الله راسا يعني في تجربه يوسف في تكوين 39 يوسف يقول لامراه العزيز كيف اصنع هذا الشر, كيف أصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله رغم ان الخطيه كانت هتبقى موجهه الى سيده الارضي فوطيفار او الى زوجة سيده او الى نفسه الى جسده أو إلى حتى واجباته بشكل أدبي يعني. لكن هو يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. داود كمان قال لربنا في مزمور الاعتراف 51: إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنع مع إن الخطية كانت موجهة ضد أوريا الحثي وفي حق مرات أوريا الحثي وفي حق شعبه وفي حق جيشه اللي سابه يحارب وهو كان بيتمشى على السطح، لكن هو شاف ان الجزء الاهم في الخطيه ان الخطيه كانت موجهه ضد كرامه الله ضد مشيئه الله لما حنانيا وسفيرة في العهد الجديد مارسوا خطيه الكذب على الرسول بطرس في اعمال في اعمال الرسل اصحاح خمسة الرسول بطرس قال, قال لهم ان يا يا حنانيا لماذا ملا قلبك الشيطان لتكذب على الله لتكذب على الروح القدس انت مش جاي تكذب عليا انا ولا جاي تكذب على الناس وتعمل منظر في الجسد وتبان ان انت شخص كريم ومعطاء للكنيسه لكن انت انت لم تكذب على الناس بل على الله فالخطيه موجهه آآ آآ الى الله وعلشان كده الخطيه خاطئه جدا طرحت كثيرين جرحه وكل قتلها أقوياء الخطيه الواحده يمكن ان تؤدي بالانسان الى جهنم لا. بس هل هل لو انا اعترفت بكده وانا كانسان ضميري مأنبني وصريح قلت ربنا سامحني يعني ما هو طويل الروح وكثير الرحمه يعني ايه برضه الاحتياج لكفاره وصليب وموت ويعني يعني الاحتياج إيه الى ايه مركزيه دون في الايمان المسيحي يعني؟ اعتقد ان الاحتياج هو الى ارضاء العداله العدالة كقيمة مجردة موجودة وكصفة أساسية موجودة في شخص الله زي صفة محبته ورحمته م. يعني ما ينفعش إنسان ارتكب جريمة يقف قدام القاضي ويتوب ويقول أنا هعوض أهل المقتول بمليار دولار م. لأن العدالة, العدالة لم تستوفى في نفس ماتت في بني آدم مات في أطفال يتموا في زوجة ترملت مم. ف يعني مم. يجب ان تغطي العداله الدم. يجب ان تغطي العداله الدم. ماهر عايز يقول حاجه انا شايف هو قاعد <تصفيق> <تصفيق> لا لا طبعا مش مش <applause> لا يعني جدا طبعًا, طبعًا اشكاليه اساسيه يس. دي نقطة. في تدبير الخلاص المسيحي هي التعامل الالهي مع الخطيه. في جانبين مم. جانب الخطيه كفعل اه وده الجانب اللي بياخد عينينا الاول وبياخد عينين الناس ومن هنا غير المسيحيين يعني آه. ومن هنا بيحطها في حته معينه ايه يعني ما انا انا عملت بالزبط. كذا آه. بيركز على الجانب الفعلي ولكن الخطيه في جوهرها يعني حتى اللفظه اليونانيه اللي بتعبر عن مفهوم الخطيه في العهد الجديد انها عدم اصابه الهدف مهم. عدم التوجه الصحيح باستقامه ناحيه الهدف هدف الحياه كلها مش مجرد هدف من الاهداف امارتياس فمن الاول الله خلق الانسان لهدف والهدف الاساسي للانسان المخلوق على صوره الله انه يحيا متجها الى الله مع الله يحيا معه هو عمل لذتي مع بني ادم فعمله عشان يحيا معه متجها له على صورته كشبهه عشان العلاقه فجوهر الخطيه عدم هو انحرافي تلعب. انحرافي عن هذا الهدف وانا منحرف بقى كده في افعال افعال بتحصل في هذا الدرب غير الصحيح المتجه مم. ناحيه هدف انا مش مخلوق عشان آه. فكل ده بيعمل ايه فيا اول حاجه بيدمرني احنا شفنا العالم وهو متجه بعيد عن الله ازاي موت الانسان يعني لما ابتدى ما يقول الله مات هو راح حط الهدف غطاه خالص مش آه. موجود فالانسان آه. مات. <مه> فاحنا بس ما نقدرش نعالج القضيه من الافعال. المسيح جه بقى كالطريق وخدني في حضنه وهو في حضن الاب وارسل الروح القدس عشان يعمل المعالجه لجوهر موضوع الخطيه. فانا بعمل خطيه لاني خاطئ الهدف اخطات الهدف فافعالي درب عدم اصابه الهدف كلها اخطاء اه <applause> مظبوط فلو انا فضلت اعالج بقى الخطيه واقول الله رحيم مش مش هيسيبني انا عشان موقف عشان عملت كذا طب ما انا بتوب لا هو الموضوع اسمى هو ده موضوع الخلاص المسيح تدبير الخلاص انه طريقي يجي ياخدني فيه لان انا اصلا ما اقدرش ادخل في الدرب ده او الطريق ده من غير الفعل الالهي فانا اول حاجه بقبل هذا الطريق وبدوقه تجريبيا مش بقناعه ذهنيه مهما القسيس يقعد يشرح لي وانا مش على الدرب ده اقول له طب ما ايه يعني ما انا عملت كده وربنا يسامحني فلازم يقول لي طب اطلب الطريق ده اطلبه من قلبك اطلبه ودوق ازاي وانت معاه هتبطل تعمل كده مش هتحاول هتلاقي نفسك كاره ده ليه بس الحته الجوهريه في انا بعتقد ان الاخ ماهر شرح لنا كلام بسيط يوصل للجميع المقوله اللي قالها القديس اوغسطينوس القديس أغسطينوس قال نحن نخطئ لأننا خطاه <applause> ولسنا خطاه لأن لأننا نخطئ <applause> فإحنا عادة يعني بنتعامل بالمنطق النص الثاني من المقولة <تصفيق> نحن <تصفيق> نحاول أن نصوب أفعال الناس مش فاهمين أن النبع مر فالمية اللي طالعه <applause> منه مرة <applause> مش فاهمين أن الـ الـ الطريق أصلا منحرف ف مع الاستمرار فيه يزداد نعم. الانحراف والتيهان والزيغان م. والبعد م. عن الله. نحن نخطئ لاننا خطاه ولسنا خطاه لاننا نخطئ وده على فكره فرق جوهري طبعا ما بين المسيحيه او الفكر المسيحي و... وبين كل الديانات بس الاخرى بس في في الكفه بس الاخرى. وده اللي بياكده كمان رساله روميا في اصحاح سته نعم. لا يعني اصحاح سته كله بيتكلم عن أيوه. الحريه من الخطيه. أي. فلما تشوف المرات اللي ذكرت فيها بحسب ما أفتكر حوالي 24 أو 25 مرة كلمة خطية ذكرت في الأصحاح ده لوحده <applause> <applause> ومعظم المرات اللي ذكرت فيها ذكرت الخطية مش كأنها فعل ذكرت الخطية على أنها سيد قاسي مستعبد الإنسان يعني يعني ألستم أنتم تعلمون أن الذي تقدمون له أجسادكم أنتم عبيد لما <applause> آه يعني تقدمي لها اجساد يعني ودي فكره الصليب والدفن والموت والقيامه اللي في اصحاح ست لان واحد انحرف المخلوق اللي هو ادم يعني انحرف عن الصله بفعل الاراده الذاتيه بالاستقلال عن الله قال انا هستقل بحياتي عن الله وابقى انا الاله فالهوه دي عباره عن موت لانه انفصل عن مصدر آه. الحياه اللي لازم يعيش معاه حياته الهوه بتاعت الموت دي وده سر الصليب انه عشان يوصل تاني ياخد الإنسان ده في حضنه إن قبل هذا ويرجعه لدرب الصلة ده, ده الموت وده سبب الموت مش فعل الخطية أنه أنا منفصل انا ميت لأني منفصل فجاء الإله الحياة الحي 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 الأبدية أظهرت فالهو دي كان لازم تعبر بالموت فلأنه تجسد وتأنس واخد صورتنا أخد قضيتنا مم. قضية استقلالي عن الله بإرادتي كإنسان فعشان يحملني رجوعا المصالحة فيقول في كورنثوس الثانية خمسة تسعة الله كان في المسيح مصالحا السلام بقى مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطايا هذه إشكالية الخطية الحل بتاعها كان هو ده غير حاسب لأنه حد دفع ثمنها Yeah. أغلى أكبر يعني, يعني, يعني المفهوم البسيط اللفظي هو دفع التمن mm. الموضوع هو رد كل المسلوب اللي عملته حركة الانفصال والاستقلال uh. بما فيها ال 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 قضية التمن والشراء mm. بما فيها دي لكن mm. أعمق, mm. أعمق. Yeah. استرداد مخلوق محبوب غالي على قلب خالقه على صورته كشابه أنه ياخد تاني صورة إنسان الذي هو قائم في صورة الله آه. وهو سورة الله غير المنظور كلم على المسيح م. بحسب كلوسي واحد م. أخذ سورة عبد صائرا في شبه الناس عشان يعمل المصالحة مظبوط يعني تعقيبا بس على كلام الأخ ماهر إحنا تقريبا يعني كلنا كمؤمنين كدارسين كلنا بنعجز عن الوصول إلى عمق أعماق هذا العمل الخلاصي أيوه. الفدائي اللي أيوه. عمله الله في المسيح لاجلنا. مرات نتكلم عن الولاده الجديده، مرات عينينا تروح ناحيه الخلاص، مرات نتكلم عن المصالحه، مرات نتكلم عن الفداء بالدم، مرات نتكلم عن التبرير، مرات نتكلم عن الولاده الثانيه، مرات نتكلم عن التبني لكن في كل هذا نحن نحتاج ان نرى صوره شامله لقصة الخلاص العظيمه نعم. المتكامله حقيقة اللي الرب عملها لاجلنا في المسيح, راع المسيح. راع راع. نحن نختزل غنى الهي في ايقونه كبيره قوي في تفصيله صغيره منهم ونطلق عليها كل غنى الخلاص اه اه والغنى ده كله من اول التكوين للرؤيه يعني, يعني من قبل من قبل الازمنه الازليه الأزل يعني دم يسوع المسيح, <applause> المسيح معروف سابقا قبل, قبل تاسيس العالم عندما أعطى الابن ذاته لكي ما يتمم الفداء طوعا أعطى دي كأنه ليها بداية هو آه معطى الذي اللي هي الآية يوحنا واحد بالظبط الكلمة كان عند الله هو معطى وقبل إشكالية الخطية والصليب في الزمن والكوكب اللي إحنا فيه ده وآدم ده من المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم المسيح قدم نفسه لله بروح أزلي بروح أزلي يعني ايه هو معطى حبا <applause> واحنا حظنا ان النعمه حطتنا في الابن المعطى فبقينا خدنا العطيه فيه عطيه الابن المحبوب من الاب واحنا كمان اعطينا للاب فيه بالزبط. كانوا لك واعطيتهم وعشان كده في نفس الصلاه الشفاعية بتاعت الرب يسوع في عدد 24 يقول ايها الاب اريد ان هؤلاء لا, الذين, أعطيت الذين, أعطيت الذين اعطيتني, أعطيتني يكونون معي, معي لينظروا مجد. مجدي الذي اعطيتني, أعطيتني قبل كون قبل العالم مظبوط yeah. وهو في الاول بيقول له آه الان مجد مجد طب وبيقول له آه المجد الذي مجدني بالمجد الذي كان لي عند قبل بيقول له مجدني هنا دلوقتي لانه في تجسده وتانسه عايز يدينا حاجه وهو خدنا في حضنه لحسابنا احنا بس قال اديني المجد ده عشانهم هم المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم بس اداه وانا يعني قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكون واحد ليكون واحد يعني وده ده اللي بيميز الـ الـ الايمان المسيحي يعني اه تدبير ده الخلاص كله تدبير الخلاص الغنى اللي بيقول عنه الاسيس اشرف يعني انه في تفصيلات كثيره لكنه هو شخص المسيح الذي اظهر لنا مم في ملء الزمان وفي نفس الوقت الحقيقه دي بتخلينا نفهم ليه الكتاب اكد على انه لا يوجد خلاص بعيد عن المسيح. اه بحسب يعني مفهوم الخلاص بقى. اه يعني احنا لو عرفنا ايه هو الخلاص م. اكيد لو لو شرحت ايه هو مفهوم الخلاص اي واحد في المقابل هيقول لك اه يبقى كده بالظبط اللي انت بتقوله حتى لو انا مش مقتنع بيه ما يبقاش موجود غير في المسيح بتاعكم. اه امم لو فهمته يعني خلاص بالزبط. لكن لو حديت مفهوم الخلاص وانا بشرحه في كرازه فيها اختزال لمفهوم كبير وقلت له خلاص هو خلصنا من الخطيه واجره الخطيه عشان نبقى في السماء ده مفهوم قاصر م. مية م. في هيقول هيقولي لا انت جبت حاجه مطلقه كبيره م. وده حقيقي اللي بيقوله بقى حقيقي وحطيتها في حاجه صغيره ممكن الله يعمل لها معالجه من غير اللي يعني انت بتقوله ناقص. مختزل مختزل مش كامل آه. يعني لو انا قلت له كل الخلاص هو من فعل الخطيه طب ما انت لو تبت ربنا يتوبك لان انا اختزلت لانه ممكن الانجيل في حته قد يعني يعني ما هو ممكن آه مش الهدف الاساسي هو الخ... انه يخلصني من الخطيه الخ... الخ... اه بس احنا ساعات بنجعل ده الخطيه خلاصي من الخطا اه بس الخطيه خلاصي من الخطيه هو هو نقطه مهمه في الصوره الكامله أوه. يعني زي مثلا معرفش التشبيه ده ممكن يساعد ولا لا بس لما يبقى عندك قطعه ارض وعندك ديزاين عايز تبني فيها فيلا كبيره ما تقدرش تروح باني من غير ما تشيل الزباله اللي موجوده وتنظفها وبعدين تبدا تحط الاساسات اعتقد انه مشكله الخطيه هي انك تشيل الفاصل اللي كان بيفصل الانسان عن الله وهو الخطيه لكن الخلاص في مشمله في كماله ده ده يعني كبيرة. اكبر يعني حتى الرحله نفسها ساعات احنا برضو بنختزلها أه؟ في المرحله الاولى منها اللي هي الولاده طول الحياة الابديه والولاده الثانيه او الولاده مم. اللي مم. من فوق ساعات بنقول ان هو انا نلت الخلاص ايوه انا نلت الخلاص فعلا لانه خلاص هو المسيح مم. ولكن الانجيل بيعلن لي انه الخلاص ده رحله كبيره قوي مم. لغايه فداء اجسادنا وطول الابديه هذه الحياه الابديه ان يعرفوك والمعرفة تقتضي ان أنا اتغير للمعرف به. امم. الحياة الأبدية ده مم. امتداد. ولما يقول مم. يا اولادي الذين اتمخض بهم لاهل غلطهم الى ان يتصور المسيح فيكم. ده كمان بيتكلم هنا على الأرض. على أه. كأب روحي. وبعدين بيكلم مؤمنين بيقول لهم ليحل المسيح بالإيمان بيكو. في قلوبكم. طب ما انا لما قبلت بقيت ابن بحسب يوحنا أه. واحد. اه. لسه يحل؟ اه طبعا حل. أه. ويحل وأخذنا الخلاص ونخلص نخلص بحياته خلصنا بموته ونخلص بحياته فالخلاص رحلة ممتدة غير محدودة كطبيعة المخلص المسيح بالظبط الرحلة دي بتبدأ زي ما حضرتك كلمت بتبدأ بالتوبة قبول المسيح هو التوبة بمفهومة برضو مش توبة عن توبه الى توبه الى شخص بالزارة. ده برضه في اتساع زي ما كنا بنعالج آه. اشكاليه الخطيه اه يعني او خلينا نحطها بالتعبير ال خلصنا, خلصنا مش من لكن خلصنا خلصنا ليه اه بالظبط ايوه يعني يعني اللي هي الولاده الثانيه نعم كويس او زي ما نحطها في كتاب انه إسكت تبررنا بالايمان وبعدين حصل التبرير بعدين لحظه الايمان علماء مم. العهد الجديد يا دكتور اشرف جمعوا آآ آآ عشر آآ معاني لفكره الخلاص مم. كلهم على بعض يعني لو في وقت هبقى ممكن ابقى نعرضهم مره مع بعض آآ آآ كلهم مع بعض بيشكلوا هذه الصوره آه. الكبيره العظيمه مم. لفكره الخلاص واحنا دايما في مسيحيتنا بنركز على لنخلص من الخطيه لكن مم. مش مم. لنخلص لحياه القداس لنخلص من الماضي لكن مش لنق مش, ل... مش نخلص لمستقبل افضل اعده الرب للذين يحبونه. مهم. لنخلص من آه... الاثام بس مش لنخلص من اجل ان نساهم في نشر ملكوت الله بتخليص اخرين من خطاياهم. مع ان الرسول بولس قال الكلام ده بشكل واضح مثلا في في تسالونيك الاولى اصحاح واحد لما قال رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي يعني نحن نخلص للعبادة وتنتظر ابنه من السماء يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي ففكرة الفكرة السلبية بتاعة نخلص من دي الحقيقة برغمتية برغمتية وفيها شيء كبير من قصور النظر واللعب على شاطئ الحياة الروحية يعني لا يوجد فيها كثير من العمق الروحي دي بتأثر م. على الكرازه لأنه هيبقى الكارزه المقاولة بهذه النظريه همه كله إنه يقول للناس انطق دول ورايا أنت كده انتهي بالظبط آه. فحط المسيحيه الجديده الجيل الجديد من ولادنا اللي بيتولدوا في الكنايس في حته صغيره جدا ولفظيه جدا وهامشيه جدا م. 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 وعلشان كده للأسف أوقات كثيره لعدم تركيزنا على السوره الكامله واختزلنا الخلاص بس في الولاده الجديده آه وقبول المسيح اصبحت الحياه القداسه ما بنحطش عليها تركيز إيه يعني يعني جزء من الخلاص هو المنهج. القداسه المنهج, المنهج. زي يعني. ما المنهجين لما عملوا اصلاح للاصلاح بطريقه منهجيه قالوا لازم يبقى في منهج ما خلصنا بالنعمه وتوقفت الحياه الروحيه عند كده مش هو ده مم. اللي دعاهم بررهم واللي بررهم في رحله تاني للتقديس والى التمجيد هل الفكر ده بيأثر على ارساليه الكنيسه والعمل المرسلي اه طبعا من انهي ناحيه اللي انا فيه بعيشه هو اللي بقدمه آه. وبعيشه آه. لغيري اذا آه. انا عشت هذا الغنى هقدر اقدم تجربه غنيه مم. العالم النهارده بيفتقد للروحانيه العالم الغربي كمان مم. عشان كده بيرمي نفسه في حضن البوذية والطوية والهندوسية لأنه عايز 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 روحانيات لما بيجي يلجأ للكنيسة بطوائفها بعائلتها كل طائفة م. حطت فاترينة للمسيحية أنه مثلا إذا عملت شوية الطقوس دول أنت مسيح طبعا عندي لسه حاجة تاني أنا أوسع من ده تخيل الإنسان بيقول للكنيسة جسد المسيح أنا أوسع من ممارستك اللي بتعرضها لي كروحانية واحد تاني يقول له النص والاغنيه والتسبيحه هي دي قمه الحياه الروحيه واحد تاني يقول له انت لو عملت شويه الاعمال دول وعشت شويه الاخلاقيات دي يقول لك برضه انا اوسع من كده <applause> <applause> لاننا في الحقيقه بنقدم مسيحيه مختزله مسيحيه مشوهه مسيحيه منقوصه مش بنقدم مسيحيه الكتاب المقدس وده صراع كبير جدا في حياه كل الخدام انه يعني هذا الفارق الجوهري بين المسيحيه في حقيقتها بين المسيح كما اعلن في كلمه الله المقدسه من جانب او المسيحيه اللي انا بعيشها المحدوده بمحدوديتي والمسيح المحدود بمحدوديتي والمشوه والضعيف هذا المسيح الذي خلقته انا على صورتي كشبهي مش الذي خلقني هو على صورته كشبهه في البدن هذا المسيح الصغير جدا اللي اتكتب عنه ما اصغر, ما أصغر الهك هذا المسيح ده اللي لما بنيجي نقدمه للناس الناس بتقول احنا مش عايزين هذا المسيح هو, هو عنده حق. مش ع... وهو عنده حق فعلا مش عايزين هذا المسيح ده احنا كمان حتى على مستوى الناس المؤمنين الدارسين المتعمقين آه. لما بنيجي عند رحله الخلاص بنتكلم عن عمل المسيح المخلص في الماضي آه. احنا قدامنا كثير جدا لحد ما ندرك ان المسيح الان يخلصنا بشفاعته المباركه آه. آه. لاننا ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه بالأول. بالاولى كثيرا ونحن م. مصالحون الان نخلص, نخلص م. بحياته م. لاجلنا اللي في السماء فالمسيح لاجلنا في السماء وهيكمل الخلاص ده حياته المستعلنه فينا بروح القدس اللي تغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى, إلى مجد. مجد كما, كما من, الرب من الرب الروح ما هو ده نخلص بحياته هنا مم. مم. كمان مم. يعني آه. هو هناك في العرش لاجلنا وهو بروحه فينا مم. يعني في المسيح احنا لسه في عمل الروح القدس بيعمله مم. فينا مم. لتكميل خلاصنا الصوره دي صوره جميله رائعه يعني وحقيقيه اللي يقدر يفهمها نعم يحس قد ايه فعلا انه ما يقدمه المسيح من خلاص للانسان اكبر مجرد من يعني اكبر بكثير من مجرد انه تخلص من خطاياك لهذا السبب خلق الله الابديه نحن لن نستطيع في حياتنا على الارض هذه الحياه القصيره المملوءه بالمرار والمرض والضعف إذا. الانساني في 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 الذهن وفي القلب وفي الشعور في الوجدان لن نستطيع ان ندرك كل هذه الابعاد الواسعه والرائعه لخلاص الله المقدم لنا في المسيح، لحياه الله المقدمه هو عشان كده الرسول بولس قال انه ما لم ترى عين وما لم يخطر على بال انسان ما اعده ما الله ما عده الله نعم في الصليب في الصليب, في الصليب. الخلاص الصليب. ما انا بتكلم عن الخلاص إن ما اعده الله للذين يحبونه طب المنهاج ده ازاي يعني نقدمه ازاي نوصله ويبقى يعني يعني بحس انه الصوره المختزله هي هي الصوره العامه هي الصوره اللي موجوده عند كل الناس طالما اتكلمنا في منهاج وازاي نقدمه نخش في حته اكاديميه مهمه جدا اه انه ثالوث المنهاج المسيحي مكون من اللاهوت العقيدي اللاهوت الصوفي او اللاهوت الروحاني اللاهوت الادبي. اللاهوت الادبي اللي هو بيس بيسمى بيطلق عليه عند البروتستانت مورال علم الاخلاق علم المسيح الأخلاق لكن هو اللاهوت الادبي لانه استعلان صفات الله التي استعلنت لنا في المسيح ازاي نعيشها ونمتلئ بها آه. بالروح القدس مم. عشان كده سموه اللاهوت الادبي. واللاهوت الصوفي هو اللاهوت الروحاني وهو ينقسم لشقين شق النوسكي الخاص بالرهبان واحنا عندنا خلط بقى في دي م. ان كل اللاهوت الصوفي اللي هو الروحانيه اللي احنا بنتكلم عنها دي اختزلناها برضو في نسكيات الرهبان لا هو اوسع اللاهوت ده مرتبط باللاهوت العقيدي مرتبط باللاهوت الادبي الاختزال عباره عن ايه بقى ناخد جزء من المفهوم العقيدي واعمل له علم اخلاق يتناسب مع طيفتي وارساليتي في المجتمع م. وشهادتي في البيئة اللي أنا بشهد فيها اللاهوت الروحي هو الرابط أو اللاهوت الصوفي هو الرابط بين العقيدة معرفة الله من هو وإزاي بعيشه كعابد وبالتالي وأنا عابد أنا بمتلئ بالصفات دي فده طبيعي يظهر في المجتمع له ده, ده, ده منهج اللي أنا بقوله ده المنهج إذا خدنا واحدة ومنهجناها يعني نقدر نختزل يعني, يعني خلينا ألخصها العقيدة الروحانية نعم لما أقصد روحانية بس العلاقة مع الله الشركة. العبادة العبادة, اللي هي, العبادة. دي يعني هي دي النقطة يعني العبادة دي عندنا حاجة متسعة اللي احنا اختزلناها اتكلم بقى بلسان المسيحية كلها م -م. هنا في طقس هنا في ممارسة هنا في شكل العبادة متسعة آه. يعني الألفاظ الثلاثة المترجمة عبادة وخدمة في العهد الجديد يعني مثلا ذولوس عبد آه. ده عبد مشترى طائع م -م. خاضع م -م. للسيد م -م. في افعال يخضع فيها للربوبيه بالكامل. مم. وبعدين في الخدمه الدياكونيه مم. هي خدمه جوه جسد المسيح، يا. جوه آه. البناء جوه الكنيسه. مم. وكل واحد ليه عمله. وبعدين لترجية المتصله بالعباده السمائيه. كلمه متصله اللي هي بقى كل الافعال القلبيه التي تظهر في فرح وتسبيح وتهليل وتمجيد ونطق وحركه زي اللي في سفر الرؤيا بالظبط اربعه آه. آه. وخمسه. فانا عندي ثلاث الفاظ يتكلموا عن العباده ده اللاهوت الروحي. اوكي. فاللاهوت التعبدي او اللاهوت الروحي والروحي اه متصل بالعقيده متصل باللاهوت الاب هو همزه مم. الوصل. آه. اذا فقدنا ده منهجيا واختزلناه في ممارسه قلنا هي دي العباده اسقطنا وصله العقيده بالحياه بقاش في منهج. امم ايه رايك؟ كلام جميل. <applause> كلام جميل وقريب جدا قريت في كتاب قديم شويه يعني آه. كتاب اسمه كفاره المسيح آه. اعتقد انه من اصدار الكنيسه الانجليزيه في قصر الدوارة من سنين طويله كنا تربينا مش بتاع سمعان؟ بتاع سمعان قريت في الفصل السابع الثامن سيره كده للفكر الصوفي في المسيحيه <applause> <applause> الصوفيه الروحيه الصوفيه الروحية ودي كانت حاجه غريبه انا بقالي وقت بدور وبنخور وبحاول يعني اتعلم وقع الكتاب في ايدي على الفصل السابع كده الفصل الس هتلاقي ذكر للصوفيه المسيحيه وتميز هذا النوع من التعبد المسيحي عن الصوفيات الاخرى الموجوده في ديانات اخرى. يعني لو حبيت الخصهم مرتين لانهم ثلاث نقط مهمين فعلا يعني احنا دام جينا عند كلمه منهج ومنهجيه هي لازم هي نعيش كده هي يعني حلقات متواصله مع تمام. بعض لو لو واحده فيهم ضاعت بيبقى في حاجه مفقوده يعني لا. معرفة العقائديه مهمه جدا طبعا اعرف عقيدتي اعرف الكتاب بيقول ايه لما اتكلم عن اعرف العقيده انا بدرس سيستماتيك ثيولوجي بدرس الفكر الكتابي عن اساسيات الايمان المسيحي عن الله الاب عن الابن عن الروح القدس عن الانسان الخلاص اديك إيه. مثل بسيط آه. من الكتاب مم. الثلاثيه دي زي مربوطه مع بعض مم. المسيح عملها في انجيل يوحنا اصحاح 4 مع السمريه مع السمريه اه صحح ليها المفهوم العقيدي وبعد ما تصحح المفهوم العقيدي كلمها عن السجود للاب بالروح والحق هذه العباده آه. وبعدين اللاهوت الادبي حياتها اتغيرت آه. نمط الحياه تغير فالثلاثيه دي موجوده مع كل شخص تقابل معه المسيح تصحيح عقيدي فعل روحاني في العلاقه تعبدي تغيير نمط وسلوكات الحياه جميل فعلا الثلاثه دول مرتبطين ببعض يعني. انا بعتقد ان احد اسباب المشكله انه مرات بنشوف بنشوف الثلاثه دول سبيكه واحده تقدر تميز عناصرها لكن ما تقدرش تفصلهم عن بعض. بعض وتقدر وانت بتدرس كل شخصيه على حده قبلها المسيح وغيرها تقدر تشوف العناصر دي بس ما تقدرش تفصلهم عن بعض وربما تلاقي عنصر من الثلاث عناصر اكثر وضوحا وظهورا في قصه معينه او في آه لقاء آه معين لكن تلاقي في لقاء تاني عنصر تاني هو الاكثر ظهورا ووضوحا وده اللي لكن لكن احنا وقتنا خلص تخيلوا ولسه في حاجات تانية جميله ممكن نتناقش فيها لكن في الختام حابب اشكر ضيوف الكرام الاخ المرنم ماهر فايز شكرا لحضرتك وقضاة الحياة أشرف بشاي شكرا لك باركتونا انا اخذت بركه كبيره واستمتعنا بيكم وبوجودكم ربي يبارككم ويستخدمكم مشاهدينا الكرام الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم